من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه الكامل لحل الدولتين، مشددا على عدم تخلي بلاده عن مساعيها لتحقيق السلام. كما أشار بايدن إلى أن الأوضاع غير مهيئة لحل الدولتين بسبب القيود الحالية على الفلسطينيين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحسين ظروف الحياة للشعب الفلسطيني الذي يستحق دولة مستقلة ذات سيادة. أعتبر نفسي من الداعمين الأوائل لحل الدولتين فيما أقف إلى جانبكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة، فإن التزامي بهذا الهدف لم يتغير. دولتان على حدود 1967 عن طريق تبادل للأراضي متفق عليه بصورة متبادلة، هذا هو أفضل طريق لتحقيق الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية المتكافئة للشعب الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. يستحق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولة خاصة به مستقلة ذات سياسة قابلة للحياة ومستمرة من حيث من الأراضي. دولتان لشعبين كلا لهما له جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض، يعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن. دولتان تتمتعان بصورة كاملة بالحقوق المتساوية للمواطنين، شعبان يتمتعان بقسط متساو من الحرية والكرامة.